عاش من شافك. عاش من شافك انت. بروح ابص عليك في القهوه كل يوم من بعيد لبعيد عشان ما حدش ياخد باله وما بلاقكش. ماليش نفس اروح. اشمعنى؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ انت مالك انت؟ وبعدين انت ايه اللي جايبك؟ واوعى تقول وحشني. لا يا عم وحشني وانا عاشقك في الضلمه. طب اخلص. عايز ايه؟ عايز صوري بروح امك ولا انا هفضل طول عمري تحت درسك؟ لا يا راجل، وانت عايز تاخد بقى الصور عشان تروح تبلغ عني وتقبض من اهل الضمنهولي تمن براءته. لا صايع ياض. والله ما صايع الا انت. في الاول تلبس الراجل قضيه حشيش، وبعدين تعمل لي كمين وتصورني مع نسوان جامده قوي وعريانه علشان تسومني عليهم. يبقى مين اللي واطي وما عندوش شرف يا سالم؟ انت ياض جاي تقلي ادبك عليا يا ياض ولا ايه؟ اديني الصور يا عم انت، خليني امشي. مالكش صور عندي؟ لا بروح امك، ده انا لحمي مر. طب اطلع بره بقى يا سبوبه وقطيع الشر. مش طالع يا سالم، وريني هتعرف تعمل معايا ايه. هطلعك بايدي يا سبوبه. مش هطلع من هنا يا سالم. عايز انت كمان دي باريه اني كالوكسي نوزخيو بيزنس. عندنا بروبلم في البيزنس. كالا تو بيزنس كاني اولي افتدي فسارية. يا عم ده ضيف وخلاص. ماشي، احنا كلامنا خلص. اتفضل. ماشي هخرج يا سالم، بس عليا النعمه لو الصور ما جاتش لحد عندي مش هيحصل لك. طيب اوعى يا عم انت كمان. كسيبرو سكسي ان كسايني افتو توفيما زين ساكسانا سيني هيسس ايزو. يا عم هو ماشي خلاص بقى، يلا يا عم اتكل. كالكس اركن يا عمر، تعال اركب معايا. الحمد لله على السلامة يا بطل. أخيرا يا باشا، أخيرا. الحمد لله على السلامة يا عمر. الله على دي جملة. الحمد لله على السلامة يا عمر. بس متأخرة يا باشا. أنا كنت فاكر إني هشوفك أول ما أخرج من المطار يعني. ده علشان سلامتك، مش جايز يكون في حد وراك؟ حد ورايا إزاي يا باشا؟ حد منهم؟ مش جايز يكون لهم رجالة هنا بيراقبوك؟ يا نهار أسود. ولا اسود ولا حاجه، ده ابيض وزي الفل كمان. والله العظيم وحشنا خالد بيه. وانت اكتر. تعالى يا عمر تعالى احكي لي ايه الاخبار. اتفضل يا باشا. يا عم اتفضل يا باشا. اتفضل. وبقى سالم يا باشا لازق لي صيدلي، كان نفسي تشوف وشه قلب ازاي لما عرف ان انا مسافر، اكني ضنان سايبه ومهاجر. وعمل ايه لما عرف انك مسافر؟ يعني حاول يغريني ان انا اقعد واشتغل معاه. وقال لك هتشتغل ايه؟ والله هو مفهمني ان هو مندوب مبيعات، وانا هشتغل معاه يعني اكني كده على المتغطي مندوب مبيعات. أنا مش عايزك تجود ولا تخمن اللي جواه. هو قال لك إنك هتشتغل مندوب مبيعات؟ لا. تمام كده. كمل. أكمل إيه؟ أنت رديت قلت له إيه لما عرض عليك إنك تشتغل معاه؟ قلت له يا باشا إن أنا ممكن أرجع تاني أه، بس بعد ما أمن شغلتي الأساسية في مصر اللي باكل منها عيش. وهو صدق إنك ممكن ترجع تاني؟ باشا، سالم هيصدق لأنه نفسه يشوفني قدام عينيه تاني. ما تنساش إن أنا الحسنة اللي هاكله من وراها عيش لما يسلمني لداني. بس رجوعك بسرعة كده ده يبقى مريب. والله يا باشا هو ممكن ما يبقاش مريب لو سارة نفذت كلامها وبعت عرض الكاميرات. وهي سارة بتشتغل في كاميرات المراقبة. لا يا باشا ما بتشتغلش، بس هي قالت لي ممكن تعمل كده يعني عشان تشوفني تاني. اه تشوفك تاني. هو انتوا والله ما حصل حاجة. الحكاية كلها إن الست استلطفتني لما لقيتني شبه أخوها اللي مات الله يرحمه. اسمه إيه؟ رومين سعد. أخوها اللي مات الله يرحمه؟ أيوه أخوها يا باشا، اسمه يوسف. مات إزاي؟ الصراحة ما سألتش.
يا باشا ما هو لا الظروف ولا الوقت كانوا يسمحوا لنا نسأل، بس ملحوقه ملحوقه خالد بيه، اسألها اول ما ارجع. هي ساره دي حلوه؟ حلوه فرص. بس ما حصلش بينكم حاجه؟ عهد مين ده؟ عهد الله يا عمر. وعهد الله وعهد الله، ما حصل حاجه بيني وبينك يا ساره يا اخت يوسف الله يرحمه. طب وعهد الله وعهد الله، حصل بينك وبين نوع حاجه؟ نوها مين يا باشا؟ بتاعت المساج. نوها؟ ايوه باشا افتكرت نوها. هو ساعتك بتروح عندها؟ لا يا اخويا ما بروحش. انت تعرفها منين؟ صدفه، صدفه على الطياره وانا جاي اتعرفنا على بعض. صدفه؟ صدفه تنزل من الطياره وتركب معاها العربيه وتوصلها وتكمل مشاويرك بعربيتها؟ والله صدفه. الحكايه كلها يا باشا ان انا سبقتها بره المطار. هي اتعطلت عشان كانوا بيفتشوها في الجمارك، وانا كان المفروض اخويا يجي ياخدني وما جاش. الست لقيتني واقف لايس، عرضت عليها توصلني في طريقها. بس كده؟ اه والله. انا ما طلبتش انك تحلف. اتكلمت وقلت ايه؟ انا ومين يا باشا؟ نهى، نهى يا باشا، ايوه انا افتكرت. كلام عادي. بتشتغل ايه؟ بتشتغلي في ايه؟ كده يعني. وعرفت انك شغال في كاميرات المراقبة عند اللواء جلال؟ انا ما جبت سيرة اللواء جلال. انما جبت سيرة انك شغال في كاميرات المراقبة. ايوه باشا، اصل هي كانت طلبت مني ان اتصل بيها عشان اعمل لها مقايسة يعني. يعني قالت لي انها بتسافر كتير وشاكة البنات اللي عندها في المركز يكونوا بيسرقوها. خدت تليفونك؟ تليفون الشركة. اتصلت بيك من ساعة ما رجعت؟ لا يا باشا. هو في حاجة عليها ولا ايه؟ لا. اصل هي بصراحة طلبت مني ان اروح لها واعمل مقايسة. اعمل كده ولا اطنش؟ مقايسة؟ والله مقايسة يا باشا. ما انت عارف ان انا شغال بالعمولة، وموضوع زي ده هيطلع لي فيه حسنة. لا. ما دام فيها حسنة يبقى خلاص. يعني اروح عادي؟ انت ليه ما جبتليش سيرة نهى دي؟ معلش يا باشا. انا اسف. راحت عن بالي. ما تخليش حاجة تانية تروح عن بالك. حاضر سعادتك. ايه اخبار بقى سالم وسبوبه؟ حصل حاجه غريبه قوي يا باشا قبل ما ارجع. ايه؟ اليوم اللي قابلت فيه سالم وقلت له ان انا هسافر فيه، كان خارج من اوضته وساحب معاه البنت صاحبه رص، وفهمني انه لسه مخلص عط. طب وايه الغريب في كده؟ لما دخلت اوضته يا باشا سمعت صوت وحركه في اوضه سالم، عملت نفسي بطلب روم سيرفيس وطلبت اوضته، فردت رص وشكلها كان معاها حد، فعملت نفسي يعني اني طلبت روم سيرفيس ورقم غلط. انت ازاي تعمل كده؟ انت مش عارف ان انت متراقب؟ وإن في كاميرا مراقبة جوه أوضتك وممكن يشكوا فيك؟ أيوه يا باشا، ما أنا بعد ما قفلت معاها اتصلت بروم سيرفيس فعلا وطلبت كوباية شاي، يعني أكني طلبت رقم غلط ورقم صح. ده أنا حتى بصيت في ورقة الأرقام الداخل اللي جنب التليفون على أساس يعني أكني بدور على رقم كام. يعني أنت شاكك إن سبوبة اللي كان معاها؟ باشا، سالم يوميها ما كانش على بعضه خالص، أكنه عامل عاملة. كمل. باشا، باشا كان في موضوع كده يعني كنت عايز افتح سعادتك فيه ولو انه مش تبع يعني. موضوع ايه؟ هو المفروض مش محمود الدمنهوري ده الراجل بتاعكم؟ ازاي تسيبوه مرن في السجن كده يا باشا وانت عارف ان الموضوع متلف؟ ادي قلتها متلف. ايوه. خلاص يبقى هيخرج. ايوه يا باشا، بس حسب ما فهمته انا هناك ان الموضوع صعب وهيطول يعني. ما تقلقش، السفاره هناك متابعه القضيه. يا باشا انتوا مش السفاره، انتوا ايديكوا طايله برضه. من مصلحه الدمنهوري اننا ما نظهرش في الصوره. طب انا هشوف ساعتك تاني امتى؟ والله ما اقصد. امسك. ايه ده يا باشا؟ ده تحط على الموتوسيكل بتاعك لما يكون عندك اخبار مهمه او معلومه مهمه وعايز تشوفني. بدي؟ ايوه، ولو حد سالك تقول ان ابنك اللي مديها لك. باشا انت على طول جاهز كده؟ خلي بالك من نفسك يا عمر. قول يا رب. يا رب. سلامة يا باشا. الف سلامه.